السلام عليكم، مساء الخير للجميلات ومساء الخير لكل نساء العالم، مساء الخير لكل ما عظيمة. اليوم غادي نتكلموا على قانون الأثرياء، قانون الأنبياء وقانون الفلاسفة والناجحين على مر العصور. هذا الموضوع كيكون صعيب في البداية وكيكون ممل وكذلك يكون ثقيل، لكن فاش كتكون عندك واحد الرغبة اللي هي قوية، كتجي واحد الرغبة من الروح تغير، كتبغي تغير هذوك العادات ديالك كامل. فاش كيوصل واحد الانسان لواحد الحاله اللي هي كيحس بالملل ولا ما عندوش هدف في الحياه، هنا كتجي الروح كتعطي واحد الدعوه انها كتبغي تغير. هنا الروح كتعتزل وكتاخد تقريبا كتخصص لنفس ديالك واحد نص ساعه تقريبا او ربع ساعه، وهذا كيكون بشكل يومي. هنا غنتعرفوا على معنى ديال الخلوه. شنو هو الخلوه؟ هي بحال النفس كتقول لك اجي نتفاهموا، اجي جلسي نتفاهموا، بحال كتهضر مع راسك وكتقول مع راسك اجي بغيت انا صافي وصلت فيا الحد، صافي اجي نتفاهموا، اجي نجلسوا باش نتفاهموا. هنا كتخصص واحد الوقت لراسك وكتجلس واحد تقريبا واحد نص ساعه او ربع ساعه على حسب الوقت ديالك نتايا، حيت وتكون بوحدك من الاحسن تكون بوحدك، لان تقريبا جميع الحواس اللي هي تقدر توقفها، يعني حاسه الشم تقدر توقفها، حاسه اللمس، حاسه الذوق، ولكن حاسه السمع لا، خصوصا الا كنتي هكا مع الناس اخرين ولا شي حاجه راه ما تقدرش توقف حاسه السمع. في حال الوحده اللي تقدر توقف فيها حاسه السمع هي انك تكون بوحدك وفي واحد العزله، وهنا كتقول النفس ديالك اجي نتفاهموا. هنا النفس ديالك كتكون على طبيعتها، ما كاينش لا خداع لا مظاهر ولا اقنعه، كتكون على حقيقتها، يعني كتكون واحد الفرصه ديال المكاشفه والوضوح، وما كتخافش من ردة الفعل ديال الاخرين، يعني كتكون مع نفسك شفاف، كتكون واضح ومباشر، يعني بحال لا ما كاينش لا مجاملات ولا حتى شي حاجه، لا خداع ولا نفاق، ولا كتخاف من شي حد اخر يقول لك لا هذه لا ولا هذه لا. فهنا كتراجع نفسك وكتشوف الاوراق ديال الحياه كيفاش دايره، يعني هذاك الدفتر ديال الحياه كيفاش غادي، واش غادي مزيان ولا ما غاديش مزيان، وهنا شنو كدير. من الاحسن تاخذ ورقه وستيلو وتكتب شنو هما المبادئ اللي كنتي اصلا بنيتي عليهم من البدايه، وشنو هما المبادئ اللي كيبانوا لك بانهم صح في هذه الحياه، وشنو هما الاهداف اللي باغي تخطط ليهم، وشنو هما الاشخاص اللي باقين لك في حياتك اللي هما مزيانين. بحال كتقول هذا غنحيدو، هذا مزيان، هذا ما مزيانش، بحال اش مره داخله شي كوزينه كاينين المواعن مهرسين، كاينين المواعن مابقاش صالحين الماكله، انا بحال كتخمل شي دار ولا شي كوزينه، هنا كتخمل النفس ديالك، يعني كتقول هذه ما خداماش وهذه خدامه وهذه ما خداماش، حيد هذه وحيد هذه وحيد هذه، وهادو الاساسيات وهادو الثانويات وبحال هكا. المهم هنا تعرفنا على مفهوم الخلوه، وكذلك كاين الخلوه مع الله سبحانه وتعالى، ممكن الانسان ياخذ هذيك نص ساعه ويستغفر فيها الله سبحانه وتعالى. فكل الناس اللي جربوا العزله فهم طلعوا ناجحين في حياتهم، وكانت اصلا هي من عدد ديال الانبياء والناجحين. فمريم عليه السلام فاش كان كيدخل عليها زكريا المحراب، كيلقى عندها الرزق يعني وافر، وكيقول لها اين لك هذا، وتقول هذا من عند الله. فهي كانوا كيقولوا بانها كانت كدير العزوه، لا كانت كدير العزله عفوا، يعني الخلوه مع الله سبحانه وتعالى. فهنا من الاحسن الواحد ياخذ ولو غير 10 دقائق يدير خلوه مع الله سبحانه وتعالى، استغفر فيها، يسبح فيها. فمن الاحسن الواحد يكون بوحدو كما قلت في الاول ديال الفيديو، يكون الواحد بوحدو هنا بحال كتمعن في ديك الحاجه فاش كتخرجها من فمك، بحال كتمعن فيها، كتمعن في المعنى ديالها. فكنتمنى الفيديو يعجبكم ويكون خفيف على قلوبكم، وديروا لي جيم الى عجبكم اكيد الفيديو.